السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصعب how are you؟ الحمد لله. we study today start سورة الطارق to a number 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. أوكي مصعب، سيأتي الأمور. السلام عليكم.